السلام عليكم، أهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. سعداء جدا أن نلقاكم في عدد متجدد من برنامج استوديو لايف لنتحدث عن الكرة الجزائرية، الشأن المحلي، آخر مستجدات نوادينا فنيا وصحيا بعد ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا. سنتوقف كالعادة عند أخبار المنتخب الوطني ولاعبينا طبعا في مختلف البطولات الأوروبية. الحديث في هذا العدد سيكون عن الوفاق الصيفي وعن اتحاد بالسكرة في وقفة خاصة لبرنامج استوديو لايف، وكالعادة مسك الختام ستكون بصور جميلة من الزمن الجميل للكرة الجزائرية. الكثير من المفاجآت في هذا العدد مثلما عودناكم بضيوف هم من صناع الحدث الكروي الجزائري، والبداية برئيس وفاق الصيف السيد عز الدين أعراب. أهلا مرحبا. شكرا على الاستضافة. مرحبا سي عز الدين، الى جانبك واحد من خيره ما انجبت كره القدم الجزائريه، مهاجم متميز لعب في العديد من النوادي خاصه الموك في عز تالق الموك سمير حوحو. اهلا مرحبا. مساء الخير كريم، وتحيه للضيوف وجميع المشاهدين اللي يتابعوا فينا. اليوم انت المدير الفني لفريق اتحاد بالسكره، سنتحدث عن الوفاق وعن اتحاد بالسكره في وقفه خاصه في هذا البرنامج، وقفه طبعا وكالعاده مثل ما عودناكم على نتوقف عند الجانب بالصحي للنوادي، ومعنا طبيب الرابطة الوطنية المحترفة السيد محمد البشاري. أهلا مرحبا. مساء الخير، السلام عليكم مشاهدينا الكرام، سعيد بتواجدي معكم وخاصة مع السيد أعراب رئيس الوفاق والسيد حوحو الغني على كل تعريف واللاعب الأنيق. حكمته ولا ما حكمتوش؟ حكمته. عدة مقابلات. عدة مقابلات. ده بطاقة حمراء ولا لا؟ لا ما داش بطاقة حمراء. وعلاش قلت لك اللاعب الخلوق؟ يعني كانت عندي تجربة معاه، يعني ذكريات. كلاعب وكمدرب. كلاعب وكمدرب. سنسترجع ذكريات سمير حوحو مع الموك، خاصة واحدة من أجمل مبارياته في كأس الجمهورية مع شبيبة القبائل في ملعب الشهيد حملاوي بحضور الآلاف من عشاق الموك. لكن قبل ذلك زميلنا طارق بوفليح رصد لنا أهم ما حدث في الساحة الكروية الجزائرية طيلة هذا الأسبوع، نتابع ثم نعود. أسبوع الكرة الجزائرية عرف هزة قوية أحدثت شقوقا في بيت المولودية العاصمية التي استيقظ أنصارها على وقع قضية اللاعب الكاميروني وانكويروني بعد فشل الإدارة في عملية تسريحه وتعثر تأهيل اللاعب الآخر محمد الغربال، لتصب كامل اتهاماتها على الرابطة والاتحادية اللتان ردتا بدورها ووصفت إدارة الفريق بالفاشلة. بيت المولودية لم يهدأ أيضا بعد أن تسلل وباء كوفيد-19 إلى عدد من لاعبيه في صورة تؤكد عسية تطبيق البروتوكول الصحي حتى وإن توفرت الإمكانات، كما اجتاح الفيروس فرقا أخرى على غرار سريع غليزان وجمعية عين مليلة، وهو ما يفتح باب التأويلات على انطلاق الموسم من تأجيله على مصراعيه. حامل لقب الدوري الجزائري شباب الوزداد وإن بدأ جاهزيته لخوض غمار المنافسة بدءا من كأس السوبر أمام اتحاد الجزائر، وهو الذي اكتملت أعداده بالتحاق اللاعبين البنيني مارسلان كوكبو والبلجيكي مايكين غومبو، غير أنه قد يصطدم بتأجيل الموعد نظرا للظروف المحيطة. اتحاد العاصمة من جهته بدأ وبعد مرور وقت من التحضيرات أفضل حالا، ومتجه بخطى ثابتة نحو تجسيد استراتيجية مديره الرياضي عنتر يحيى الذي سارع إلى تمديد عقد كل من أسامة شيتا والشابين آدم عليلات وياسين عليان، فيما أبدى عدم رضاه عن نقص المباريات الودية خاصة في هذه الفترة. دائما مع أخبار الأندية، حيث عقدت الجمعية العامة للنادي الهاوي لوفاق سطيف وأعلن تاريخ 15 من نوفمبر كتاريخ لاختيار رئيس جديد للفريق، والذي سيعرف تنافسا حادا بين عدة أسماء تستهدف ترأس الفريق العالمي.
طبعا أحداث متعددة بالنسبة لنوادينا من الجانب الفني، تحضيرات متواصلة، ولكن ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا عند مختلف النوادي أصبح مخيف سي بشاري. ما هي آخر أرقام الموجودة بحوزة؟ الأرقام الأخيرة يعني لحد الساعة اللي نتكلم عليك 79 حالة بالنسبة للأكابر، 20 مسير، أن نتكلم عن الأكابر 20 مسير من بينهم أطباء، 8 في الفئات الأقل من 21 سنة. الإجمالي تاع الحالات لحد الساعة هو 107 حالة، يعني تشوفوا العدد هذا راه يرتفع تدريجيا، وهذا علاش الناس راه دركا تتكلم لازم الحيطة والحذر وأخذ بالاحتياطات الوقائية اللي رانا نتكلموا عليها ونعاودوا نتكلموا عليها. الشيء اللي رانا نلاحظوا فيه أتخذ يعني الشاشات والبريس الصور اللي رانا نشوفها يعني ما يبشروش بالخير للمستقبل. لهذا أنا جوتيغ لسونة الدرار ما نقولهم الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية. المشكلة راه مطروح في يعني مسؤولية اللاعبين المسيرين، لأننا نقدر لذلك السيد البروفيسور بقات برك كان يتحدث عن صعوبة الوضع، وتحدث حتى عن إمكانية توقف النشاطات لأن كرة القدم هي جزء من النشاطات. هو موجود معنا على المباشر يأكد لي زميلي المخرج رضوان. سي بقات برك كان أهلا مرحبا. اهلا وسهلا ومساء الخير والسلام عليكم على الظروف تاعكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سبقات الكل الان يتساءل في الشارع الكروي الجزائري بعد ارتفاع الحالات، هل نبداو البطوله ما نبداوش؟ هل تاثر؟ واش لازم نديروا؟ كل الفاعلين في الساعه الكرويه يطرحوا هذا السؤال باعتبارك عضو في اللجنه العلميه. واش تقدر تقول سبقات؟ ولن ما نخلطش الادوار، انا عضو في اللجنه العلميه مانيش مصحاب القرار، يعني كاين هناك وزاره، كاين هناك اتحاديه هي اللي تاخذ قرار. ولكن المحيط اليوم بالنسبه للحاله الوبائيه راهو خطير وخطير جدا يعني صراحه. والسؤال المطروح هي هل ترى اذا تواصل هذا الحاله هذه بتصاعد الحالات اليومي ننجم نكمل جميع النشاطات كما هو معلوم به؟ لماذا؟ لأن استئناف الكرة يعني البطولة للحديث لكم الشأن عليها كان استئناف نتاع الحركات الأخرى، بمعنى إذا ندخلوا في تصاعد نتاع جميع التجمعات البشرية ومنها الكرة يعني كرة القدم هي تجمع، ما ينجمش مثلا اللاعب يجري بالقناع الواقي، هذا شيء معروف به. إذا تجمع بدون تحفظ وهذا يشكل خطر. هذا قيل لنا بالنسبة للأمر بأن في بعض الدول كاين هناك حالات متعددة، ولكن استأنفوا في كرة القدم حقا. ولكن احنا في الجزائر خذينا المبدا مع السيد رئيس الجمهوريه والحكومه بانه نحتفظ على صحه المواطن اكثر من تقديرات اخرى. التقديرات الاقتصاديه والاجتماعيه هذه سنويه، يا ربي ما نفقدوش يعني الجزائري على خلال التهاون هذا. اذا اليوم الواقع بانه البطوله راهي تستانف 28 يعني نوفمبر، اليوم رانا 5 نوفمبر، هي مازال نامل ان شاء الله بجهود الجميع حتى من لاعبي كره القدم لازم يعطوهم الرساله باللي القناع الواقي حاجه ضروريه، باللي غسل اليدين لازم، هذا جهود فردي وجماعي باش نلحقوا ان شاء الله نهبطوا لا كورب هذه ونهبطوا الحالات المؤكده ونرجع تدريجيا الى الحياه العاديه، منها كره القدم، منها كره السله، منها كره الطائره، منها جميع الكرات. يعني رانا متعطشين صراحه للرجوع الحياه العاديه اللي تركناها في المواد مارس، ولكن بدون خساره صراحه. وهذه التاشيرات الاخيره هذا على حسب الأرقام وعلى حسب المستشفيات التي اكتظوا نوعا ما بالحالات الخطيرة، هذه تشكل يعني اهتمام تاع جميع المسؤولين وخاصة الحكومة، وهذا كان
صدد يعني اجتماع وأخذ بعض القرارات الصارمة بالنسبة للجهات اللي فيها حالات كثيرة. سي بقات بركري، شكرا على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا هكذا على المباشر، وهي مسؤوليتنا جميعا لمواجهة هذا الوباء. سي عز الدين عراب، بعيدا عن كرة القدم، بعيدا عن الوفاق، وبعيدا كأن عن الرياضة كلها، اليوم هي مسؤوليتنا، تاريخي كبير في الشارع، في التاريخ، في الأماكن العمومية، والثمن دفعوه اليوم بارتفاع رهيب لحالة الإصابة. وفي الحقيقة يعني بعد الموجة الأولى اللي كانت يعني قبعت ابن قطاع أيضا، أنا طبيب يعني طبيب. قلت لك يعني بعد الموجة الأولى يعني اللي كانت وشفنا الشيء اللي فيها، شفنا عدد يعني الوفيات، شفنا عدد يعني الإصابات، بعدها يعني لما نزلت يعني هذه الأعداد الناس دخلت في بعض نوع من التراخي. اليوم رانا دخلنا كما يعني يقولوا يعني لي سانتيفيك في 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 الموجه الثانيه. اليوم لابد يعني باش يعني الجميع كنا لازم ناخذ يعني الاحتياطات يعني اللازمه باش يعني ما يكونش يعني اثار سلبيه، وما تكونش يعني نشوفوا احنا ارقام يعني راه حاليا في اوروبا ارقام يعني مخيفه جدا. لابد يعني باش نطبقوا يعني التباعد، لي ديستانسياسيون، البورت دو ماسك، les solutions donc hydroalcooliques, tout ça c'est des gestes non simples où l'inchallah راحين يعني ما يخليوناش يعني ما يخليوش باش تكون يعني ما ينتقلش العدوى تاع الكوفيد 19 هذه باضرار كبيره. نحن مجبرين على التعايش مع هذا الوباء، ما نقدوش أيضا البطولة تتوقف أكثر من هذا، اشتقنا إليها، المنافسة يجب أن تعود، ولكن مسؤوليتنا كبيرة سي سمير حوحو صراحة، من إداريين، من مسيرين، من إعلاميين، ومن لاعبين، لأنه حياة الأشخاص أهم من كرة القدم. لا لا شي طبيعي يعني ما كانش يعني اكثر من حياه البشر، ولكن نحكي لك كريم، احنا في اتحاد بسكرا يعني رانا الناس تاع ميدان عمليا صعيب تطبق البروتوكول، يعني حقيقه عمليا ما كانش اللاعبين باش يدربوا دير تباعد اماتر في لونترينمون ولا يعني تبع البروتوكول اللي مدوه هنا. كاين منافسه استؤنفت في بلدان اخرى. بصح عندهم ليكا كريم، عندهم ليكا يعني باش نقول لك يعني صراحه باش تدرب ب 100% يعني يعني بطرق سلامه صعيبه عمليا، انا قلت لك رانا في الميدان ونعملوا عمليا صعيبه صراحه صعيبه. ولكن بالسكرة؟ نعم بالسكرة الحالات في اتحاد بسكرة حدنا بعض الحالات ككل فرق يعني حالات كانوا زوج حالات، ونظن البارحه نظن اربع حالات بور لو مومون يعني ككل فرق يعني احنا نقولوا رغم هذا شوفوا يعني الطبيب تاعنا ديما يعني يقوم بالتوعيه مع اللاعبين، نحاولوا قدر الامكان احنا يعني في الطاقم الفني كامل باش نحترموا البروتوكول هذا سانيتير، مي صراحه يعني نقول لك عمليا سي ديفيسيل. في الصيف الحالات الحمد لله الى حد الان يعني ما عندنا حتى حاله. احنا يعني انا شخصيا وطبيب الفريق دكتور كارير دي نحييه بالمناسبه، اللي راهم يعني يقوم بمجهودات نقول جباره يعني يعمل تقريبا المستحيل ليل نهار يعني باش ما تكونش دي كونتاميناسيون. الحمد لله الى حد الان، حتى وان كان كما كان يقول صحيح الامور يعني مش سهله، حتى بالوسائل ايضا يعني مش موجوده يعني ديما بسهوله، لي تيست بي سي ار دي فوا بصعوبه يعني باش الواحد يوجدهم، لكن على العموم الى حد الان نقول الحمد لله. سي بشري، كيف ما هو العمل، ما هو المطلوب منا حتى خاص اليوم بدينا الحصة بهذه الطريقة، لأن الدور الإعلام أيضا مهم اليوم، ما نتحدث فقط عن كرة القدم، لما نتحدث عن هذا الوباء نتحدث بصفة عامة حتى نساهم في الجانب التوعوي المهم جدا في هذا الظرف. كل عنده دور في هذه المهمة، والمهمة مهمة إجمالية. اليوم درتني أداء مم للمناصرين اللي يحب الفريق تاعه أصلا ويتمنى الفريق تاعه الخير، ما يروحش للاعبين، ما يتقربش من اللاعبين، لأن اللاعبين
اللاعبين كما يقول لك الطبيب سي عرب يقول لك هما عايشين في قوقعه، قوقعه اللي داروا فيها بي سي ار، معناتها ليسون سونسي اون بوبولاسيون، معناتها كلهم ما عندهمش فيروس، اذا ايزولي طريبيا. اذا كان انسان ولا واحد من المجموعه يخرج ولا واحد يجي للمجموعه راح يقدر يكون نقل هذا الجثث، لان هذا اللي راح نتكلم، راح نمشي في الكلام هاو اللي تكلمنا، وكان لي كلام مع اطباء اخرين. لهذا نقول لك تحيه تقدير كبيره لكل اطباء الفرق، انا في تواصل معهم كلهم خاصه تاع الفرق، يعني راهم يديروا في مجهود كبير توعوي، لكن الكره ديفواره هي عند المسير، راهي عند اللاعب، لازم اللاعب تكون عنده روح المسؤوليه التنقل. شوف يعني كيليبر، هناك توازن، اللاعب لازم يروح الاسره تاعو، لازم يخرج، لازم بصح لازم ياخذ الاحتياطات تاعو، لازم ياخذ الكمامه. انا البارح قاعد نشوف في التلفاز، نشوف لاعبين خارجين من التربصات تاعهم هكذا، ما كانش لاعب واحد داير الكمامه تاعو، ما كانش تباعد، شفت الا بعض المسلمين. هذا ماذا نفعل الان باش نزيد لك في احنا لحد الساعه يعني البارحة كان هناك انسبكسيون بعثتها وزارة الشباب والرياضة إلى مدينة شلف وإلى مدينة بسكرة، اللي راحوا يتفقدوا مراكز التجمعات تاع الفرق وهكذا. راح نبدأ المرحلة تقربت 15 يوم، راح تكون اتخاذ قرارات صارمة مع الفرق، راح تكون لما نسأنف المنافسة هل تكون في عقوبات صارمة؟ راح تكون عقوبات صارمة جدا من طرف الوزارة الوصية، باش يكون كل إنسان راح يتعدى على القانون، وخاصة في مجال الوقاية وهذه الأشياء راح تكون عند ردة الفعل قوية ضد، يقدروا يكون أكثر فهم. الآن اللاعبين كيطيحوا مراد ما فيش مشكل، لكن عندما تبدأ البطولة، مع العلم أن البطولة فيها 38 جولة، بطولة طويلة، ما نقدروش نسمحوا لنفسنا أنه فريق واحد تكون عنده 12 ولا 4 حالات ولا 5 حالات. احنا رانا نقول إن شاء الله يكون تغيير 3 حالات، المقابلة تؤجل، ما نقدروش نسمحوا لنفسنا أنه لهذا أنا نركز بزاف على الجانب. راح تكون فيها قرارات؟ راح تكون فيها قرارات. عدد الحضور مثلا، التقليص، عدد الحضور راح يكون مقنن، يعني الصحافه راح تكون مقننه، ماشي نيمبورت كل انسان صحفي يجي يدخل، اقل عدد ممكن، اقل عدد ممكن في المقابله، كل انسان يدخل للميدان لازم يكون في مكانه، ويا اخي مع اللجنه الاخيره اللي تاع الميادين، كل انسان في الميدان عنده مكان خاص به، كل انسان مع التباعد، مع اخذ كل هذه الاجراءات، لكن كل هذه الاجراءات لازم الانسان لازم تكون عنده روح المسؤوليه، روح التعامل. ميم كاين دي زون ميكس لا بريس درناهم في الميادين، وين اللاعب كيجي خارج لازم يمر على هذيك لا زون ميكس باش يتكلم مع صحابه ويميد لي بالتصريحات تاعو ولي كيستيون، بصح هذا الشيء لازم يمر بطريقه هدوء، بطريقه عقلانيه، وباحترام الاشياء الوقائيه، التباعد، الكمامات، هذو اشياء بسيطه، روح المسؤوليه نظن لازم تطغى في هذه المرحله. لعبنا ايضا هل يمكن هاي تتوفر فيها كل هالظروف؟ تتوفر فيها لانها راح تجري بدون جمهور. هذا الشيء الايجابي في هذه المرحله، وكان كان فيها جمهور نقدر نقول لك تكون صعوبه كبيره جدا، ان لم تكن مستحيله. عندك اضافه كطبيب؟ لكن بدون جمهور نكون الامر يكون ما رايك صح يعني بدون جمهور الامر يقدر يعني يقدر ممكن باش لكن يعني نزيد اضافه للعقوبات يعني اللي راح ربما راح تكون في حاله مخالفه التعليمات الصارمه تاع البروتوكول. احنا كمثال في حتى في وفاق ستيف راح نسمى قاعدين ندرسوا باش حتى نديروا في ريغلمون انتيريور نتاعنا عقوبات صارمه اللي يخرج على البروتوكول الصحي، لانه حتى يعني يقدر يعني اي لاعب والله يكون سبب يعني في على المجموعه واثر على حتى على الاموال اللي صرفناها كلها، يعني كلها امور. للعلم ان اللاعب لما يصاب راح يعاود كل يعني لو سي جي راح يعاود ليكو كارديو، وهذا اثمان اخرى، ويعاود 2 بي سي ار بعد، يعني باش تشوف الثمن اللي راح يخسره المصاب. هل يمكن ان يصاب مره ثانيه؟ يصاب، ممكن ان يصاب، الدراسات يعني الاخيره غير مثبته تقول بان اللاعب ممكن ان يصاب. الشيء الايجابي انه ديفلوبا، يعني عنده مضادات حيويه في الجسم، عنده مضادات حيويه، يقدر الجسم تاعو، اللاعب ما تخافش عليه من الناحيه الصحيه، يقدر يكون ناقل للفيروس. وقادر لاعب يدرب على انفراد وهو مصاب؟ ممكن
ممكن يقدر على انفراد وحده في غابة وحده ما كانش اتصال مع لأنه حدثت في فرق المولودية وحدثت ضجة يعني اللاعب بطريقة انفرادية ممكن ما يكونش عليه تأثير لأن اللاعبين إلى الحد الساعة ما كانش هناك تأثير سلبي على صحة اللاعبين. الجانب جانب الصحي بالنسبة لنوادينا في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم بصفة عامة سيبقى محور مختلف البرامج الرياضية طبعا، ولكن ندخل أيضا في الجانب التسييري والفني. الحدث هذا الأسبوع صنعه فريق وفاق سطيف الذي يحضر للجمعية العامة الانتخابية من أجل انتخاب رئيس هاوي قائمة من المرشحين، تحديد طبعا هيئة الترشيحات، كل هذا يختصره زميلنا بلال بوزيدي في هذه الورقة. كل من هؤلاء المترشحين يحمل برنامجا خاصا يرى من خلاله أنه كفيل بإقناع أعضاء الجمعية الانتخابية لرئاسة بيت النسر الأسود. أصغر المترشحين زكريا خر قال أنه يسعى إلى إعطاء بعد عصري يتماشى والكرة الحديثة. الشيء اللي جايبه معاه زكريا هو أنه شاب طموح جايب معاه نفس جديد ودم جديد فيه يعني شباب وكفاءات يعني اللي راهي إن شاء الله تكون معايا في المكتب المسير. اليوم وفاق سطيف محتاج إلى استراتيجية فكرية، إلى استراتيجية تسويقية، إلى استراتيجية تجارية. في حين أكد اللافي كمال أنه سيسعى إذا ما فاز بالرئاسة على إعادة هيبة الفريق الصيفي والاستثمار في الطاقات الشبانية لتكون مصدر عائدات معتبرة. ربي إن شاء الله جاذا رضا لكابيتال انتع الشركة سكستان أرمان إن شاء الله ربي إن شاء الله بيسي لكابيتال وإن شاء الله نحل الاكتتاب الجماهيري هكذا به الناس كل تساهم في هذا الكلب نوم بالفريق. أما ثالث المرشحين العرباوي إبراهيم فوعد بإعادة هيكلة كلية للنادي والبحث عن مصادر تمويل أخرى. أول الحاجة اللي راح نبدأها هو راح نبدأ بالمركز، المركز تاع وفاق سطيف اللي عنده حوالي 10 سنين هو متوقف. تمام، عندنا أرض بحوالي 3 هكتارات ولحد الآن الإنجاز ما كانش. هذا وستجرى الجمعية العامة الانتخابية يوم 14 من الشهر الجاري بمدينة سطيف. طبعا هذه الأسماء التي تريد أن تترأس الوفاق، طبعا الفريق الهاوي الذي يملك الأغلبية ب 98% هكذا، وفي اسم بن جاب الله الدراجي اللي من ممكن في الساعات القليلة القادمة أن يعلم الترشح هو الآخر. حان الوقت أن نتخلص من الديركتوار لأنه فريق بحجم وفاق سطيفي لا يمكن أن نسير بالديركتوار سيد عز الدين عرب، خاصة وأن الفريق الهاوي عنده 98% في الشركة من أسهم الشركة. أولا لعلمك أن النادي الهاوي لا يسير، ما عندوش حق تسيير في النادي المحترف هو اللي يسير. هذا اتفقنا، ولكن في بطولتنا نعرفوا أن الميزانية تأتي للنادي الهاوي والنادي الهاوي يقدمها للشركة، نعرف الإشكال المطروح منذ سنوات في الكرة الجزائرية. لا مش كل الميزانية، مش كل الميزانية تقريبا. نعطيك مثلا في فاق سطيف عندنا ميزانية تاع 50-60-40 تاعنا النادي الهاوي ممكن تكون 10 ملايير 12 مليار 13 مليار، مش يعني كل الميزانية. اتفقنا باش نتفهموا مليح بان النادي الهاوي لا يسير باش يفهم وبالتالي الديركتوار لا يسير التسيير للشركه الرياضيه المحترفه. النادي الهاوي في نادي وفاق سطيف عنده الاغلبيه في شركه المحترفه تقريبا 98%، فهذا هو يعني الدور تاعو انه مساهم في شركه اللي راهي تسير نادي وفاق سطيف لا اكثر ولا اقل. وسند لرئيس عنده ضغط كبير، تحملت الضغط المسؤوليه الكبيره اللي كانت ملقاة على عاتقك، انتقادات كثيره لاذع عليك سي عزيز العرب، رفضت الرحيل، قلت حتى احضر كل شيء، هل انت مرتاح الان؟ الحمد لله انا مرتاح، يعني الشيء اللي وعدت به وفيت به تقريبا 99%، ما خليتش الفريق في اوقات صعبه جدا، لا
لو مشيت وخليت الفريق في الأونة هذيك يعني كان راح يروحني للمجهول، أنا أقول للمجهول. هذا هو الشيء، قمت بالواجب تاعي والحمد أكبر لله. مكسب ربما حفظك على ركائز الفريق اللي كان اللي ما كانش سهل. لا، ركائز الفريق، تجديد عقد المدرب، الطاقم الفني، يعني كله حافظنا عليه. يعني احنا مشينا من منطلق ان في الموسم الفارط يعني كنا على قوسين باش نكونوا يعني من ناخذوا سواء الكاس او البطوله. فمن هذا المنطلق انه الفريق يعني متكامل، فكان من الهدف تاعنا هو الحفاظ على هذه المجموعه، وما نديروش كما يعني عملوا كانت في المواسم السابقه. والله عند كثير من الفرق يعني في كل موسم تعاود 12 لاعب 10 لاعبين، شيء مش معقول ومستحيل. ونشوفوا حتى الفرق الكبيره اختيار يعني اختيار ام قرار لظروف أن الأموال غير متوفرة. لا 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 الأموال يعني بعد توفرت الأموال، وبالدليل يعني اللاعبين كلهم اليوم تحصلوا على الأجور تاعهم. وكنا قادرين نعملوا نروحوا لاختيار آخر. نعطيك مثال اختيار آخر، نحكم أنا خلي اللاعبين يروحوا للسيارات وراهم يبقاو يسالوا، ونروح نجلب لاعبين جدد. وهذه الحل نفس المستوى اللي موجودين في الفرق ماهوش لا متميزين. طبعا متميزين، مش راح نخليهم طبعا، لكن قادرين يعني بعض اللاعبين اخرين نخليهم يروحوا ونجيبوا اخرين كما كانت في المواسم القديمه. لا احنا حبينا نركزوا على المجموعه، والحمد لله يعني الامور ما كانتش صعبه. الانتقادات ما كانتش من المناصر الوفي، الانتقادات ما كانتش من محبي الوفاق، الانتقادات ما كانش من الناس اللي يحبوا الخير للوفاق. الانتقادات كانت من بعض المناصرين اللي حركوا فيهم ناس من وراء الستار، ربي يهديهم. لدي الكثير من الأسئلة، أدرك بأن الجمهور الصيفي ينتظر الكثير من هذا البرنامج ومنك ومن الكشف عن أشياء كثيرة. سأطرحها كذا بصراحة، سأراهن على رحابة صدرك من أجل أن يفهم الشارع الصيفي كل ما يحدث، لأنه الوفاق العالمي بكل بساطة يحتاج دوما أن يكون في القمة. واليوم سنتوقف عند هذا الوفاق العالمي الذي يحتفل منذ أيام بتتويجه بالشامبيونز ليغ في أول نوفمبر يعني الفارط. سنسترجع ذكريات هذا التتويج والكثير من الأشياء الجميلة عن الوفاق الصيفي. في بالسكرة هذا النادي الذي أنجب سمير حوحو، أنجب ذكرني بإخوالد هريات، الكثير من أسماء خضيرية. نعم خضيرية في الوفاق الصيفي. قلت بأنه الكثير من أسماء اليوم عودة سمير حوحو إلى الوفاق، هل من أجل المشروع؟ الاتحاد بالسكرة. الاتحاد بالسكرة أربط بين الوفاق وبين الاتحاد بالسكرة. المهم أنك مركز معي كثير سمير حوحو. قلت هل هي عودة من أجل المشروع أم أنها عودة للاعب من أجل منصب؟ قلها بصراحة لأنه في لاعبين قدامى يعودوا من أجل منصب وفقط. هل سمير حوحو ذهب إلى الاتحاد بالسكرة من أجل منصب، أم أن الرجل يريد أن يضع خبرة السنوات في خدمة ومصلحة الاتحاد بالسكرة؟ سؤال صريح ودليل مباشر يعني مباشر صريح وفي محله. سمير حوحو ما راحش المنصب، سمير حوحو يخدم كل عام يعني كمدرب والحمد لله. يعني ملي بديت نخدم كمدرب ما توقفتش يعني الحمد لله. لكن أنا المشروع تاع رئيس فريق والثقة اللي وضعها فيها نشكره عليها سي بن عيسى فرس، هي اللي خلتني نتقبل المنصب هذا. وجستومون بور ان بروجي دو فورماسيون سورتو، حنا كما يعرف الجميع باللي اتحاد بسكره خزان، كما يعرف خاصة الفرق في الشرق يعرفوا لي جون تاع اتحاد بسكره من بكري. عندنا دو تري بون جوار ونا بوكو يعني ديما نكونوا في اللاعبين، وراهم الحمد لله ماشي يلعبوا في القسم الوطني الاول عدة لاعبين يعني في عدة فرق. دونك البروجي اللي خلاني ما هو هذا المشروع بصفة عامة وباختصار، ما هو المشروع؟ هو التركيز على الفئات الشبانية، التركيز على الفئات الشبانية ووضع يعني عمل قاعدي باش نعود عندنا لاعبين ونقصوا من يعني لو ريكروتمون، يعني من نجيبوا غير
حتى كي نجيبوا دي لاعبين دو كاليتي اللي ما عندناش في بسكرة. خاصة يقولوا في بسكرة عندك منشآت كروية ومركز يساعد على التكوين بالدرجة الأولى. كل شيء. كل شيء. كل شيء. لماذا يعني. لماذا لم تقدم لنا بسكرة الأسماء المتميزة منذ فترة؟ لا لا رانا نقدموا يعني فرق ولكن سي فري كريم يعني ما لحقناش لدرجة وين ركزنا على بين قوسين المنتوج المحلي. أنا لما تقدمت لبوصوف أقول لك قدمت لي. لانه في بسكره موجوده كل موجود كل شيء موجود صح. الامكانيات وموجود المواهب ايضا كاينه صح دونك على هذيك اللي وليت جيستمون باش نركزوا على المشروع هذا ونحاولوا ان يكون تكوين يعني على اسس علميه ونخرجوا لاعبين. يلا كم رقيتوا من لاعبين؟ رقينا عدد كبير يعني لاعبين وراح نقول لك راح ينافسوا على مناصب اساسيه في الفريق ان شاء الله. عندنا عده لاعبين رقيناهم، عندنا مام دوزي سبور اللي راه مازالو يسبور وراه مع الفريق الاول، اللي نقول لك عندنا لاعبين اللي رقيناهم بريمير اني سينيور اللي بربي ان شاء الله راح يجيبوا مكانه اساسيه وكل الناس كامل فرحانين بهم. هذا يسمى دليل على السياسه المنتهجه من رئيس الفريق، وهذا الشيء سي بور ساك جاكسبتي المهمه كريم. ساسالك بعد قليل عن سبب اختيار ايضا بوعكاز وكذلك حلو، هل هي دخل ايضا في هذه الاستراتيجيه؟ لكن قبل ذلك كان عندك توضيح بخصوص طبعا السؤال الذي طرحته منذ لحظات للاعب الذي تدرب على انفيرات. لهذا انا علاش قلت لك لا لا علاش قلت لك انا راني مع اتصال مع اطباء الفرق، كان كلام مع الدكتور لاج اللي نحييه بالمناسبه، تكلمت عليه يعني اليوم الاول كي داروا وعلاش صرا المشكل، اللاعبين طلقوهم في راحه كي راحوا كي عاودوا ولاو لازم يعاودوا لهم بي سي ار، صابوا 8 حالات بي سي ار. علاش نقول لكم كاين دي بورتور سان، كاين لاعبين عندهم الفيروس لكن اعراض ما فيش الاعراض هذا هو الخطر، هذا هو الخطر الكبير. لهذا الناس كي شافوا هذاك اللاعب يتدرب داروا في راسهم بلي الاعراض ما كانش عليه اعراض جوتو تاع الكوفيد 19، وهذا هو الشيء اللي الدكتور لاج اللي نحييه بالمناسبه اللي سمح له اللي كان عنده الدور واللي راه يقوم دور جبار. علاش نقول لكم اطباء الفرق لهم عندهم تحية خاصة. نحن لا نذكر الأسماء احتراما لحياتهم الشخصية واحتراما أيضا للظرف. هكذا صديقي اتفقنا. سي عز الدين عرب، كم لقب أنتم مع الوفاق؟ والله الألقاب يعني كثيرة بين بطولات وكؤوس وكؤوس عربية. والله تلموا بزاف يعني كثير باش تحسبهم يعني. ولكن لماذا تنتقد هكذا؟ حتى البعض أنا كنت أرى واستمع يقولك حتى لما قلت بأنني سأذهب شككوا في ذهابك ورحيلك، لماذا كل هذا الكلام وأنت اللي كنت في الزمنين الجميلين لتتويج الوثاق؟ ما هو المشكل؟ أنا تقريبا من موسم 2005-2006 إلى يومنا هذا وأنا في نادي فاقستيف تحصلت على كل الألقاب من 2006 و2007 إلى يومنا هذا كل الألقاب. ولماذا هذا النقد؟ لماذا المطالبة بالرحيل؟ والله لا مش قلت لك هذه المطالبة يعني مش احنا الأنصار نتاعنا تقريبا نقول لك والمحبين والمشجعين هذا اللي خلاك تبقى؟ لا هذا ما قل مش خلينا نبقى يعني تقريبا واحد نقول لك يعني بدون مبالغة عندنا حتى الواحد 2 مليون ولا دو سيبورتور نقول لك هذا يعني قاعده جماهيريه استثنائيه وكبيره حتى يعني ربما ما تشوفهاش يعني في الملعب لان بكل اسف ما عندناش ملعب كبير لا يتسع، لكن قاعده جماهيريه كثيره في كل ربوع الوطن وخارج الوطن وايضا في خارج الوطن. استمعت الى جاب الله او الدراج يتكلم في رساله في كلامه قال خلونا من المشاكل وخلونا من الصراعات يجب ان نتحد لان الوثاق اكبر منا جميعا. لما يقول هذا الكلام يعني انه في اشياء وفي صراعات لا يمكن ان نخفيها بين مسيرين سابقين بين لاعبين قدامى، ماذا يحدث بالضبط سي عز الدين عرب؟ لا هي طبعا هناك يعني صراعات موجوده بين يعني لاعبين بين يعني مسيرين سابقين وبعض اللاعبين السابقين يعني بعض اللاعبين السابقين لا شوف عندنا لاعبين سابقين يعني في المستوى ربما راكم ما تشوفوهمش يعني في الباطوات ما تشوفوهمش في الشاشات لكن يعني يحبوا الفريق تاعهم ويعاونوا الفريق يعني بشي اللي قدروا عليه يعني مستوى كبير نعطي لكم مثال
لعب عجيسة، لعب زرقان، لعب كش مراك تشوفوهم اللي داخلين في الصراعات في هذيك مش هم يعني لاعبين كانوا كبار ومازالوا كبار. احنا نفتخروا باللاعبين القدامى هذا. مثل متميز يستقيل وينسحب، انت درت تلقى في المدرجات يشاهد المباراه في صوره رائعه جدا واستثنائيه صراحه. باش يعني تشوف. ولكن اليوم هل حان الوقت لننسى هذه الخلافات لانه الوفاق اكبر من كل هذا سيعرف بصراحه. والله شوف انا كنت نتمنى نتمنى هذه الحملات هذه تكون قال شكون اللي يقدر يقدم للنادي المبلغ ما قال انا لا مسير سابق مد للنادي 15 مليار والاخر يقول انا مد 20 مليار ويكون التسابق في هذا المنهج. اما المترشح يتحدث، هناك من يتحدث عن مركز تكوين، هناك من يتحدث عن ضروره جلب الكفاءات. لا شوف اليوم الفريق محتاج الى اموال، والفريق المحترف يمشي باموال ولا بهذا التنافس اللي يبقى على اساس المال، ما نكذبوش على ارواحنا، هذا هو الشيء اللي لازم يعني يكون عليه. اللي انا كنت نتمنى انه من كل المترشحين كل واحد يقول واش قادر يقدم للوفاق ماديا، لان هذا هو صلب الموضوع وهذا هو المشكل في نادي وفاق سطيف حاليا. الوفاق سطيف يا سمير حوحو قصه مجد، قصة تألق. نتكلم هكذا عن الوفاق، أعتقد إذ لم تناصر الوفاق تحترمه وتفتخر وتعتز بأنه نادي جزائري. لماذا؟ لأنه بكل بساطة حكاية مجد، حكاية تألق، حكاية إنجازات، وحكاية أيضا إنجاب العديد من أسماء المتميزين. وليد فرحاني يحكي الحكاية بطريقته الخاصة في هذه الورقة. تاريخه شاهد على إنجازاته، شعاره ثقيل في ميزان الساحرة المستديرة، طقوسه ثابتة لا تتغير، والنفس الثاني علامة مسجلة باسمه. النسر القادم من شرق الجزائر، بحثه الدؤوب عن صعود سلم المجد وملامسة أكبر الألقاب. أسلوبه نسر عين الفوارة لم يأخذ ولاية سطيف ملجأ له، بل اختار السفر محليا وإفريقيا، بل أوصلته طموحاته ورغبته الجامحة إلى العالمية بعد مشاركة تاريخية بل استثنائية في تاريخ الأندية الجزائرية. خريطة طريق النجاح ظهرت ملامحها سنة 1988، حينها أحكم لونطونت قبضته على الماما أفريكا بتتويج قاري سيظل محفورا في ذاكرة عشاق الوفاق. رباعية كاملة في مرمى إيوان وانيو النيجيري في ليلة مثلجة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة جعلته يدخل باب التاريخ دون أن يطرق. 26 سنة مرت على إنجاز الوفاق المدوي ليعيد جيل 2014 الكرة من جديد بالتتويج بذات اللقب، لكن بصيغة غير متوقع، فتلك هي الفرحة الكبرى. بثمانية ألقاب للبطولة ومثلها لكأس الجمهورية، فضلا عن لقب كأس الأفرو أسيوية وبطولات عربية وشمال إفريقية، تتزين خزينة الوفاق الذي يبقى مفخرة للجزائر. ولأجل هذا فحمل القميص الصيفي شرف وتسيره مسؤولية تتطلب الحنكة والوفاء. الحكاية ستستمر حتما يا وليد بمزيد من الألقاب، بمزيد من الإبداعات. سمير حوحو، في سطيف ماهيش ألقاب فقط، لكن في لكل زمن مايسترو وفنان ومبدع، وحتى في أصعب الفتيق يقدموا لك اسم منه وخاص. منين نبدالك؟ نبدالك من عريبي، من صالحي، من كرمالي، من عجيسة، زرقار، بورحلي، جابو. حتى لما نقول الوفاق في أزمة يقدم لك لاعب بلا بوصوف، حاج عيسى. ونسيت حتما، لكن الميزة أنه يقدم لك لاعبين من
من زمن آخر. أنا الميزة كريم يعني وفاق ستيف بحكم فهمت يعني قوة الوفاق سي ليكيب ما تعود ماهيش مليحة يعني ما كلاس ما ماشي مليح سي ليكيب كي غاني لو بلوس اليكستيريور هذه ما فهمتهاش أنا سي ليكيب كي غاني لو بلوس دو ماتش اليكستيريور مام في أصعب الظروف أنا نعرف النفس الثاني دوزيام سوف ما نعرفش خلف القواعد في لالي في الرتور ستيف سي ليكيب هذه ميزة عندهم وين يكونوا في ما يكون باساج ماشي مليح واش هو السر يلا عندنا عندنا عرب داخل داخل البيت ها طبعا طبعا شوف هذا الرقم كاش عندي خارج الطياره يقولوا احنا نقولوا في الصيف البترول في الصحراء في الصحراء البترول في الصحراء وكرة القدم في الصيف بشدة حب الكرة طبعا سما هذه ما نقولوش عطاها لنا ربي سبحانه انا تقريبا نحبوا كرة القدم ونحبوا الوفاق تاع الفريق نتاعنا يعني منذ الاستقلال نشأت هذا الحب للفريق هذا ونشأ هذا الفريق وكان يعني تتويجات يعني وقت حتى تروح للفريق جبهة التحرير الوطني تلقى فيها ثلاث يعني ثلاث لاعبين من صيف حتى أسطورة الكرة القدم يعني في هذاك الوقت رشيد مخلوفي فكل شيء كل شيء اللي يحيط بكرة القدم موجود في صيف المبدعين بوصف أيضا برحيله أنقذ خزينة الوفاق وخلاك ربما تتنفس وتسوي دون لعبة. طبعا شوف يعني بكل تواضع يقول لك جيري سي بريفوار. يعني باش تسير تشوف واش راح يجي. تسير والاستشراف. 4 أشهر الاستشراف يعني على 5 أشهر تقريبا. احنا في الأونة وين يعني أنا وقولها يعني بالفم المليان أنا الشخص الوحيد يعني اللي قمت بالتحويل بوصوف. ليس هناك أي شخص آخر. ليس هناك أي شخص آخر. أنا الإنسان اللي قمت بالعملية. وصارت ضجة كبيرة بخصوص تحويل بوصوفة. شوف كانت هناك ضجة وناس تتكلم وناس تهضر والنيس وما ما عارف شنو. وإحنا أنا شخصيا كنت يعني ما نتكلمش كثير وقاعد يعني نعمل يعني في الخفا باش نقوم بالصفقة هذه لأنه يعني فيك تعرفوا كل الصفقات كل واحد يحب يدخل كل واحد يحب يدي كل واحد فقمت يعني بوصوف كان مشكل كان سبب في وجود خلافات في محيط الوفاق طبعا طبعا بوصوف كان يعني هناك من كان يرغب في تحويل بوصوف طبعا وين يشوفوا هناك اموال الناس كل تحب تجي تدخل وتدي وش شي 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 معروف الوحيد اللي كنت ما تكلمتش على بلي احنا اللي راح نقوم بصفقه بوصوف قادر يقول لك طرف اخر انك ايضا بقيت من اجل صفقه بوصوف لا بقيت مش بقيت باش نوجد حل للفريق هذا خاصه في بدايه الموسم في بدايه الموسم على بلي راح يكون مشكل كبير انا بخبرتي كمسير نعرف وين يكونوا لازم توجد الاموال في الظرف اللي لازم تجدي فيه الاموال ديبيوت سيزون لازم في الفريق يطلب اموال كثيره حولت بصوف في ظروف صعبه جدا جدا حولت بصوف في ظروف وين تقريبا التحويلات ما كانش على مستوى العالمي في وقت كانت قليله بسبب ازمه الكورونا حولت بصوف بمبلغ يعني مالي يعني 13 مليار فاصل 13 مليار تقريبا و500 بال يعني بسنتيم يعني في حاله انتقال الى نادي اكبر وفاق يستفيد منها وفي حاله انتقال في هناك يعني 10% باش تعود للفريق وهذه الاموال يعني وجدناها باش حلينا المشكل ديون اللاعبين طبعا كيفاش ديون اللاعبين ديون اللاعبين الحمد لله يعني رايحين في هذه الايام يعني باش نمضيو معاهم الاتفاقيات تاع الكوفيد 19 اذا توصلنا باش نديروا يعني الاتفاقيه على 4 اشهر تقريبا يبقى لهم كاين اللي يكونوا يعني خالصين كاين اللي يبقى لهم شهر على يعني شهر ما كانش اللي يكون عنده اكثر من مشكلة ديون مطروحه في كل نوادي سمير كيف حال اتحاد بالسكره من هذا الجانب نعانيه يعني كيف حق ضائقة مالية صعبة خاصة يعني من بكري نعانيه وزيد يعني مع الكوفيد هذا ولكن رغم هذا شيء نظن يعني الإدارة ومرة أخرى رئيس فريق حب يدير فريق تنافسي وقدر يدير تنافسي حسب يعني رأيي الخاص لو ريكروتمون ايتي سيبلي
طلعنا لي ميور جون اون ريكوبيري ولات البلاد على غرار خوال دهريات الحارس علوي عبدي اللي كان في الحراش وهذا شيء مليح للفريق المزج بين الخبره والشبان هكذا عرفته يعني من خريج اتحاد بسكره والمناصب اللي ناقصين لو ريكروتمون ايتي سيبلي افيك دي جوار يعني لي لاعبين في الفرق دي جوار كومبيتيتيف وان شاء الله يعني كان عندنا دوك يعني لي دوبلور ملاح دونك يكون تنافس كبير والتنافس هو اللي يخلي مستوى الفريق يطلع ونظن من الناحيه الفنيه هذه انا شخصيا يعني عجبني ريكروتمون طبعا رغم الضائقه الماليه صعيبه اللي يرموا بها الفريق سأعود للحديث عن الوفاق وعن اتحاد بسكر الان سنتحدث عن واحد من المدربين تعرفوه بكثير سي محمد البشاري عم اسماعيل خباطو رمز من رموز الكرة الجزائرية ساهم في تتويج المولودية بكأس إفريقيا وساهم أيضا في تكوين العديد من اللاعبين سي بشاري كان لي جلسات معه بريفي في واحد الملتقيات خاصة وين كان تكريمات يعني كي تقعد مع هاد الناس أنسي كو مسيو دريف اللي ندوز له التقدير تحياتنا يعني لما بقدا توحشنا كثير انا 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 نقعد انا نحب نقعد مع هذوما لي جون باسكو تتعلم منهم وتتعلم لي فغي فالور تاع السبور والاشياء الاساسيه اللي لازم الانسان يعني انسيكلوبيديك تقعد تهضر معاه تفهم باللي وخرج اجيال واجيال تاع كره القدم تحيه تقدير واحترام بزاف لهاد الناس وان شاء الله التاريخ يخلدهم للابد اداره المولوديه طبعا تذكرت عم اسماعيل خباطو من خلال دوره كرويه طبعا وديه بمشاركه كل من مولوديه الجزائر شبيبه القبائل اتلتيك بارادونا صح سيدي هكذا سامرحوهم طبعا في اجواء كانت اجواء الكورونا هي التي تفرض علينا هكذا المباراه النهائيه سينشطها طبعا فريق مولوديه الجزائر امام نصر حسين دايب هذا السبت بملعب حضا طبعا بحضور حتى ايضا مشكله المباريات الوديه ايضا كانت قليله في هذه الفتره صعب تحضر النوادي سامينا لا حقيقه ما تلقاش فرق ونهار اللي تعقد مقابله تسمع باللي الفريق اللي راح تلعب معاه كيما احنا كنا لوكا مع كي كنا هنا في تربص في العاصمه كنا هنا مقابله مبرمجه مع اتحاد العاصمه ومن بعد اخيرا في العوده نتاعهم من مستغانم يا يعني ترواكا ولا كنا مجبرين على الغاء المقابله دونك سي تان ماتش دو موا لي جون تاع لي جوار عوضناها بمقابله يعني بين اللاعبين اللي مانيش راح تعوض مقابله ضد منافس ولذا هذا الكوفيد يعني خلانا ما خليكش علاش قلت لك عمليا نهار الاول كريم عمليا صعيبه ما بور تروفي ماتش اميكال مع فريق لازم بي سي ار ولازم يعني البروتوكول سانيتير يكون ريسبكتي اي سي با ايفيد فعلا وايضا خبر حزين ايضا ليس فقط من الوباء كورونا هو الذي يهدد حياه اللاعبين حتى الحوادث هكذا ما حدث للاعب ايوب ماموني ايضا وفاق سوهوزلان في حاله اختناق بالغاز يعني هذا شيء مؤسف شاب ذو مستقبل يعني من فريق وفاق سوهوزلان يعني نتمنى له ان شاء الله الرحمه وسلوان والصبر خاصة للعائلة تاعو الشاب وسيم شوف كي تشوفوا هذه الصورة تاعو مؤثرة يعني جدا مؤثرة جدا الرحمة إن شاء الله تعزينا الحارة لعائلة الفقيد قبل أن نتحدث قليلا عن المنتخب الجزائري وآخر الأخبار استخدامات الوفاق راضي عليها قليلة عادة ما كناش ننتظر استخدامات قليلة بهذا الشكل لا ما تقوليش قليلة لأن قلت لك يعني السياسة تبدلت ما بقاتش سياسة بين قوسين يعني تعرفني أنا صريح سياسة تدوير اللاعبين يعني يحبها البعض أنا يحب البعض جلب لك عدد كثير من اللاعبين تدوير طريقة يعني قلت لك تدوير اللاعبين فما كيما أغلبية كريم يحبوها ماشي البعض يلا نتحدث عن الأسماء اللي جلبتها مثال يقولوا أنه عنده مشكل هل سوية المشكل أولا أنا ما أنا ما نجلبش اللاعبين أنا الطاقم الفني هو اللي حدد لنا اللاعبين اللي لازم هو من طلب هو اللي طلب يطلع يعطينا أسماء حسب الشيء اللي يا راه مناسب اللي راه مناسب حسب الشيء اللي راه ناقص الفريق طلب منا عده يعني لاعبين وقدرنا يعني باش نجلبوا هذا اللاعبين يعني الثلاثه اللاعب خيري
كحارس ثاني مدور ومصر واللعب يعني الأخير وهو يعني مصر. مصر مشكلته وإشكاليته لا وخلافه مع ناديه. مصر كانت عنده خلاف مع فريق يسمى فريق شاب يعني في تونس ما خلصوش يعني في عدة أشهر. احنا يعني شفنا الملف نتاعو ودرسناه وحتى درسنا يعني مع الناس يعني مختصين في على مستوى يعني في 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 الجزائر وحتى في لوزان ويعني اكدونا بلي انه يعني 100% ان شاء الله بلي راح يتاهل والتاهل ان شاء الله يعني ممكن يكون في ما بين يعني ربما بين 17 حتى 20 من الشهر الحالي ان شاء الله يكون متاهل. لا خوف من هذا الجانب؟ لا خوف يعني متاكدين 100% ان شاء الله. لعب المغترب بيت عثمان لماذا لم يتم استقدامه؟ سمعنا مفاوضات كثيره بين طبعا كاينين لاعبين بكل صراحه اللي يخرجوا على الميزانيه نتاعنا بكل صراحه يعني ما نجلبوهمش يعني نشوفوا واش راح يقدم للفريق واش راه يطلب من اموال باش يعني ما يكون توازن بدنا في الميزانيات. نفس الشيء بكير يعني كان يعني لعب عندنا ويعني لاعب يعني خلوق لاعب فيه كل يعني المميزات الحسنه كنا يعني تفاوضنا معه ومشينا معه الى يعني الشيء اللي نقدروا اللي راهو داخل في اطار الميزانيه تاعنا من بعد باش يعني خرج من الامكانيه تاعنا حبسنا وراح الفريق فريق ضافي فريق اخر وهنا يطرح مشكل الفرق اللي عندها شركات. المشكل المطروح بحده في المده الاخيره هل هناك اسماء ستفاجئنا بها سيفاجئنا بها فريق اتحاد بالسكره من خلالك من كونك مدرب وكونك ايضا لاعب قديم هل يفاجئنا اتحاد بالسكره بمواهب هذا الموسم؟ والله نظن فريق اتحاد بالسكره يفاجئ بالمجموعه قوه المجموعه خاصه يعني سي ليسبري دي جروب اللي رانا حابين نزرعوا في الفريق هذا ونظن يعني رانا حاولنا ورانا نظن في الطريق صحيح سي ليسبري دي جروب و لذلك اخترت بوعكاز مدربا. لا دوكا هذه يعتمد على المجموعه اكثر من فرديه بوعكاز هذا الشيء اللي لاحظتونا يعني ومدرب عنده خبره ودرب على العديد من الفرق وعنده ثاني كفاءه نظن يعني كما قلت كريمك لاحظتها مليح ياكد بوكو بلوس على ليسبري دي جروب والهوموجينيتي دي جروب وهذا الشيء اللي راح ان شاء الله يفاجئ به اتحاد بالسكره. سنكون سعداء حتما بتألق اتحاد بالسكره مثل ما سيتألق حتما الوفاق الصيفي لانه متعود دوما على التألق مثل ما يتألق ايضا المنتخب الجزائري باسمائه التي تصنع الحدث اوروبيا وكذلك على الساحه الافريقيه. نبدا اخبار منتخبنا الوطني بالخبر السار بالليل اخيرا سامير يتنقل من اجل الانضمام الى ناديه القطري رغم اننا اردناه في نادي أكبر ولكن المهم أنه على الأقل يعود للمنافسة لأن المنتخب حاجة ليوسف الليلي. هو لاعب موهوب ولاعب رائع ولكن ما نفهمش أنا اللي جوار تاع ألجيريا ديكو يوصل القمة يبدا يلقى لك مشكل مانيش عارف يعني صراحة بليلي عاود ولا صورة تنقل بقوة كوب دافريك اكسبسيونال مام التنقل نتاعو نظن الاتحاد جدة الأهلي تضع تنقل العاصمة القطرية الدوحة لترسيم التعاقد مع نادي قطر الذي وقع معه قبل أيام عقدا إلكترونيا وكان بالليل قد فسخ العقد الذي كان يربطه مع النادي السابق الأهلي السعودي خلال الأسابيع الفارطة. في لاعب آخر بن ناصر المبدع يصنع الحدث نجم فوق العادة في الميلان سامير. الله يعني كما نقولوا انتر بارونتيز كما يقولوا طرطك سيفري يعني النصر اكد قوه نتاعو وجاب مكانه في فريق عريق مثل اسي ميلان وين ماهي سهله وهذا الشيء راح يرجع بالفائده للفريق الوطني ان شاء الله. قيمه التسويقيه للدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر متوسط ميدان ميلان الايطالي شهدت ارتفاعا كبيرا منذ بدايه الموسم الجاري. كشفت وسائل اعلام اوروبيه نهايه الاسبوع ان عمالقه الكره الاوروبيه مستعدون لدفع شرط الجزائري في عقد بن ناصر البالغ 50 مليون اورو. هذا هو الشرط الجزائري من اجل التعاقد مع بن ناصر في صوره طبعا البي ان جي والمان سيتي
بالنص حتى لما لم يشارك في المباراة السابقة كأساسي سقط أخيرا الميلان. في أيضا خريج المدرسة الجزائرية وخريج أتلتيك بارادو بن سبعيني أرامي مستويات متميزة نموذج للتطور الرهيب للاعب بشكل تدريجي مميز. خاصة كريم ثقة ثقة للعب فيها. أنا شفت المقابلة الأخيرة وين سجل هدف دوخني بالثقة للعب فيها. يعني ما الله فريمون صافي بليزير. يعني تشوف يعني التطور كما قلت. أنا نظن هذه لكوب دافريك هي اللي خلات لك كسبت اللاعبين ثقة والدور كبير اللي داروا المدرب الوطني اللي أعطى اللاعبين ثقة وعادوا يمنوا بإمكانياتهم. بطولة في المنتخب الجزائري في فترة كان عندنا مشكل المدافع الأيسر لسنوات. الآن غلام يعود فارس في أعلى مستوياته بن سبعيني في أعلى مستوياته حتى مش تخير بيناتهم سي بشار صعيبة. يعني اختيار صعب جدا وهذا يعطي لك لوكازيون كما كانوا في البطولة الإفريقية نقولوا عندنا فريقين درك ولو عندنا ثلاث فرق. عندنا ثلاث فرق وهذا جايتك يعود بالفائدة للفريق الوطني. السيد بالماضي أعطى نكهة وأعطى صبغة جديدة للاعب الجزائري لهذا التألق تاعهم في الفترة الأخيرة. تشوف طريقة اللعب تاعهم باش تفرض نفسك في البطولة الإيطالية مش بالأمر السهل ومع فريق ميلان آسي يعني مشي أمر سهل. هذا شيء كبير كبير جدا إنجازه وهذا يعود دائما المدرب ليعطى لهم واحد النكهة جيدة ان شاء الله يكملوا في هذا التالق. بعد اعتزالك التحكيم اصبح عندك الوقت تشاهد المباريات وتتابع وتحلل. لا ماشي مثل ما كنت نلعب المقابلات نلعب كما يعلق ريزيرف كان ينام في الوقت وما يشاهدش كثير المباريات لانه الاسترجاع صعب. صح ما كنتش نشوف المقابلات بزاف وكنت ننام كنت نشوف الا الحالات التحكيميه اللي نتعلم منها الخبره والتجربه في البطوله تاعنا. طبعا رامي بن سبعيني ضمن ضمن التشكيله المثالية لثالث جولة دوري أبطال أوروبا وموش سهل أنك تكون ضمن هذا الاختيار. إن شاء الله بوصوف سنتحدث عنه بهذه الكيفية قريبا إن شاء الله. إن شاء الله هو في بوصوف يعني في التفاوض يعني مع الجروب سيتي يعني كان باش يمشي يعني الفريق البلجيكي ثم يعني يروح في المرحلة الثانية إلى فريق بي اس في اندوفن ويمشي إن شاء الله باش يكون في آخر نهاية المطاف في المان سيتي. نتمنى له إن شاء الله كل خير ونتمنى له إن شاء الله يخدم ويعمل باش يفوت على هذه المراحل إن شاء الله ويكون يعني لاعب متألق. طبعا ننتظر قائمة الناخب الوطني جمال بالماضي التي سيعلن عنها يوم الأحد تحسب المباراتين أمام المنتخب زيمبابوي. مع جمال بالماضي المفاجآت قليلة لأن الأسماء معروفة ولكن سيعود حتما بالعمري اللي عاد أيضا بشكل رهيب. قوة يعني قوة وباش تفرض نفسك في فريق ليون اللي عنده تاريخ مع الجزائر. لا الكيفية اللي دخل بها سمير دخل بشكل تشعر بأن الرجل وكأنه في الفريق يفرض نفسه. ثقة ثقة كريم بيكون صراحة يعني ثقة اللي لعبوا بها اللاعبين بن سبعيني بن ناصر هذه اكتسبوها من الفريق الوطني. هذه ماذا هو الخلاصة اللي تخلط في فترة ما اللاعب لما يتحول إلى أوروبا يقول لك لازم فترة للانسجام. حتى موسى صايب لما ذهب كبطل إفريقيا من الجزائر إلى أوسير لعب في الفريق الرديف لأشهر حتى الآن. شوف جمال بالعمري بهذه الكيفية المنتخب أعطى لهم بعد آخر أعطى لهم بعد آخر ويعني كسبوا ثقة في النفس. الإمكانيات كانت كاينة كريم ولكن يعني اللاعب الجزائري كي يخرج كشفت موسى صايب بدا في الفريق يعني الرديف ولا باش تشوف باللي الثقة هي كلش. كيفاش جميل أيضا أنه اللاعبين اليوم في هذه الفترة الكثير منهم يتفادون الأموال في الخليج ويفضلون الجانب الرياضي. عندنا بوصوف عندنا عريبي أيضا اختار نيم. هذا كاع نصائح المدرب وأنا متأكد باللي السيد بالماضي هو اللي ينصح فيهم وهو اللي يوجه فيهم وطريق التعامل تاعهم لانه هو اللي يقول لهم ما تطلبوش الاموال كثيره باش تكون عندكم شهره اكثر والاموال يجوا بعد. انا متاكد باللي السيد بالماضي عنده دور كبير في توجيه التصرفات تاع كل اللاعبين تاع المنتخب الوطني لهذا تشوف السيد بالعمري في مده قصيره يعني بعد دقائق الدخول تاعو يعني فرض الوجود تاعو. نعجبني بلحي في التغريده ديالو قال عوده المحارب اهلا مرحبا المحارب. نواصل الحمسويه يعني تعليق رائع من بلحي ولكن في بعض الاحيان نتحصر لاعب مثل حاج عيسى لاعب اللي مازال ما استوعبش الفكره انه حاج عيسى لم يحترف باوروبا. لو احترف حاج عيسى
كلب اخر شغل. ها يلعب ربما العام اللي فات كنت في مولودية باتنا ظاهرة وشوف دربته يدير مقابلات يعني تشوف تتمنى كون راه في القسم الوطني الاول كون راه في الوطني حاجه عيسى يعني حاج عيسى كان قادر باش يروح بعيد بعيد جدا يا اخي حاج عيسى جاء في ظروف ربما ما كانش عندنا يعني مناجرة يعني كبار يقدروا يسوقوه وجاء ايضا في ظروف كانوا ناس يعني حابين يسوقوه لمصالحهم يعني شخصيه فكانت يعني صالو انا عندي امور كثيره يعني نعرفها قريبه على حاج عيسى مانيش حاب نتكلم عليها اليوم فقط اشرنا ليه لانه لاعب ممتع يكون صراحه ما خذاش لم ياخذ الفرصه ما خذاش لم ياخذ انا كنت تكلمت معه في الموضوع هذا ما خذاش حقه وهو عقل ولي يحشم تعرف الفريق الوطني سارتا مومو حتى جيل كثير جيل من اللاعبين ضاع سنتذكر اذا حتى جيل 94 95 جيل تصفى وتصايب والبقيه سنعود ستكون لدينا وقفه خاصه عند هذا الجيل الذي لم يكن محظوظا ابدا لما نتحدث عن اسماء ونشاهد الصور نقول خساره اننا ذاك المنتخب لم يذهب بعيدا طبعا قوس هكذا فتحناه لانه لما تتكلم عن الوثاق عندك الف حكايه وحكاية دعونا نستذكر سويا تتويج الوثاق بكأس رابطة أبطال إفريقيا الأخيرة بكأس السوبر الإفريقي الصور الجميلة الفرح الصيفي والجزائري في هذه الصور زرارة باتان بنيتو أين الكرة للوثاق الشباك والتسجيل يأتي بالخبر السعيد والفرحة السعيدة للجماهير ولأنصار الوفاق والعناصر هدف مقابل الأشياء للوفاق إنه زيايا ظهر زيايا اختفى ثم ظهر عرضية جميلة زيايا في المتابعة وفي شباك واحد مقابل الأشياء للوفاق النصر الأسود يحلق عاليا كن أنت العريس كن أنت البطل اليوم كن أنت الوفاق يتمكن سفيان خضيرية من تصدي للكرة ولضربة الترجيح التتويج للوفاق الكأس تعرف الوفاق وتحب الوفاق الكأس تحب الوفاق والوفاق يحب ليس الكأس فقط يا جمال يحب الكؤوس والألقاب والإنجازات صور للذاكرة صور للتألق والوفاق مقبل أيضا على منافسة قرية هذا الموسم إن شاء الله يعني أولا نعلق لك على هذه يعني أجمل يعني ذكريات وأفضل يعني تتويجات انا نشوف في الصور والله يعني الواحد كما يقولوا اللحم تاعو يعني يشوك قصه هذه الكاس يعني الشامبيونز ليغ قصه يعني كبيره وربما يكون خطر اخرى عندنا يعني متسع من الوقت يعني باش نحكيوا عليها كيفاش بدينا كيفاش الوفاق يعني كان في ذاك الوقت يعني على المستوى القاري يعني المستوى القاري يعني ما كانش الفرق الاخرى يعني يستناو باش يعني احنا نروحوا بعيد والله وكيفاش بدينا في لما فزنا على ترجي التونسي في تونس وكيف مشات يعني امور حكايه يعني كبيره وفعني لهنا في هذا يعني المناسبه نحيي وايضا يعني شخص يعني كان عمل كثير يعني وكان يعني وراء النجاح هذا تاع لا شامبيونز ليغ حسن حمار ان شاء الله اللي ربي يطلق بصراحه شيء يعني شيء لا شامبيونز ليغ يعني تبقى من اجمل الذكريات الشخصيه اللي عندي ف
ذكرى جميلة للوفاق الصيفي. سأسألك بعد لحظات عن سأسألك أسئلة قصيرة هكذا بخصوص مستقبلك مع الوفاق الصيفي، ولكن قبل ذلك قلنا الزمن الجميل للوفاق، ولكن هناك زمن جميل للموك أيضا، للمدرسة، لسمير حوحو أيضا. فضلنا سمير حوحو أن نختار لك واحدة من مباراة الجميل للوفاق لمولودة قسنطينة في ملعب الشهيد حملاوي، كأس الجمهورية أمام شبيبة القبائل بجيل متميز أيضا من اللاعبين. لم تسجل ولكنك كنت متميزا وكنت رجل المباراة بتمريرات متميزة. سي بشار نشوف المباراة، نشوفها ملخص مع زميلنا عبد العزيز الزواوي. مقابلة شيقة ومفتوحة من الجانبين، البداية كانت لصالح أبناء هاروني الذين تمكنوا من فتح باب التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق بوطلب بعد ركنية منفذة كما ينبغي. رد المولودية كان قويا بفضل التحركات السريعة لخطها الأمامي الذي هدد مرمى الحارس حمناد. الدقيقة السابعة، هو في مجهود فردي على الناحية اليسرى يتوغل في منطقة العمليات يعرقل، إنها ضربة الجزاء. داود يتولى التنفيذ ويخفق أمام برعة الحارس حمناد وسط ميدان الشبيبة. كان قويا في هذه المباراة ومنح كرات من ذهب للخط الأمامي الذي ضيع نتيجة التسرع. موسوني في هذه اللقطة ويضيع أمام الحارس حفصي. الدقيقة 14، عمل جيد من حوحو لقربوعة حمناد في المكان المناسب، كرة مرتدة، داود يتدخل ويمضي هدف التعادل. عمل جيد من وسط الميدان حوحو وكرة رائعة لداود الذي يخفق نتيجة التسرع. الشوط الثاني، دخول عناصر الشبيبة بقوة، حاج عدلان يضيع على الناحية اليمنى، مفتاح يقذف وحفصي ببرعة. رد فعل من المولودية من الثلاثي طاجين داود وحوحو الذي كاد أن يضيف الهدف الثاني لولا المدافع رحموني. داود مراوغة ثم يفتح ناحية حوحو برأسية، كاد أن يضيف الهدف الثاني لولا المدافع رحموني. تتواصل الهجومات شبيبة القبائل، حاج عدلان يتحرك في الدقائق الأخيرة وبالأخرى في الدقيقة 38 يقذف بقوة، إنه الهدف الثاني. لتنتهي هذه المباراة بفوز الروح الرياضية، تأشيرة التأهل لشبيبة القبائل، والتقدير كل التقدير لمولودية. التقدير كل التقدير للموك، كان رائع سمير حوحو، رائع، تمريرات رائعة جدا يعني في لحظات قصيرة والله أرد المقابلة، ولكن ضربة جزاء ضربة جزاء موجودة وشرعية خاصة بالوجود تاعنا الحمد لله. مانيش عارف غير الكلام يعني في قبل على بالك عترجعتني ثاني سنين وانا ثاني لحمي شو كيما صار سعره والله ما مفاجأة هذه راك مش كبر كريم. موك مدرسة يا أخي، فرحنا لعودتها إلى القسم الثاني لأن رئيس هدميغا طموح كبير من أجل العودة إلى المحترف الأول. توحشنا الدربي بين سياسي والموك أيضا صراحة، دربي كبير لمدينة نفس كرة، دربي شرق، نعم يعني كان الاحتفالات تبدأ إن شاء الله قبل دربي. يلا بماذا ذكرك هذا الملخص؟ الله ذكرني بشبابي 15 سنة يعني 7 سنوات اللي قضيتها في مولودية قسنطينة. يعني كنت في القسم الثاني هنا، احنا كنا في القسم الثاني يعني ما كانش فرق في هذا أمام الشبيبة بأرمادة من اللاعبين المتميزين، هذا اللي صعدنا فيه واللي صعدنا فيه القسم الوطني الأول، كنا فوزنا على الوفاق في سطيف بزوج وفي قسنطينة بثلاثة، كان الوفاق في القسم الوطني الثاني.
القسم الثاني وأنا أبحث في الأرشيف، أرشيف الذكريات الجميلة الزمن الجميل، شاهدت ملخص إن شاء الله نبطوه في قادم الحصص. فقصتي في مولودة العلمة في القسم الثاني في ملعب الثامن ماي، الملعب مكتظن آخره، وأي مباراة في القمة هذا العام يطلعنا فيه احنا مباراة مولودة يوفق مع العلمة في هذا في القسم الثاني. نعم. مستوى أفضل من الكثير من مباراة القسم الأول. فقصتي في الفريق الوحيد نورمال في العالم للدع البطولة الإفريقية وهو في القسم الوطني الثاني، يعني باش تشوف الأرمادة من لاعبين. لهذا نقول لك أنا الصيف هو خزان، يعني خزان جامي ينسى. ما تنساش باللي عندهم مناصرين أوفياء خالصين وعندهم نكهة خاصة، لهذا كما قال لك مقبل على البترول وعلى كرة القدم. الصيف تتنفس كرة القدم حقيقة، لازم تمشي في شوارع مدينة الصيف باش تشوف باللي الناس، يعني الكلام في المقاهي والكلام في الشارع والكلام على كرة القدم فقط. لذلك حتى البعض يعتبر لما نتكلموا على الوفاق لا أحد يمكن أن يكره الوفاق، لأن الوفاق إذا لم تناصره تحترمه كما قلت، إذا لم تحترمه تفتخر بأن في الجزائر نادي بحجم الوفاق الصيفي. أي أهداف سطرتها مع المدرب نبيل كوكا هذا الموسم بصراحة؟ صار لا نلعبوا على الألقاب، يعني الشيء اللي يكون في المتناول تاعنا راح نحصدوه. حتى يعني باش نضحكهم شويه، يعني واحد المناصر يعني جابوا له شغل هذيك تاع الكانيت ما سميش كانيت، قال لهم كون تحطوا لي كانيت نلعبوا عليها احنا شني كانيت، يعني مش كاسه كانيت. يريد لقب مع الوفاق يعني نلعبوا احنا اي شيء يكون يعني في المتناول تاعنا ان شاء الله ونقدروا نوصلوا ليه ونجح مع الوفاق. في وقت فشل مع البرج، البعض كان يقول لك انه ربما لا ينجح مع الوفاق، لم يحقق إنجازات كثيرة، ولكن كأن الوفاق خرج على نبيل كوكي ونبيل كوكي خرج على الوفاق باللغة العامية. لا أعطيني أنا نطرحك سؤال أخر. أعطيني فريق يعني المدرب اللي ما نجحش مع نادي وفاق سطيف. تعال الوفاق هو اللي يصنع. المدربين يجيو مش معروفين لما يجيو نادي وفاق سطيف يوليو معروفين يعني. هنا غلبتني يا. نعم. هنا غلبتني. لأنه قلت لك لما تكون مدينة تنفس كرة قدم وتعيش كرة القدم شيء كل جعل الأمور مهيئة لأي لاعب ولا أي مدرب يعني باش ينجح. قررت الرحيل؟ إن شاء الله إن شاء الله، يعني ممكن في شهر فبراير مارس إن شاء الله راح نرحل من صعب. لا طبعا 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 صعب صعب يعني بكل صراحة، بس لما تعيش مدة كل هذه المدة في 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 الفريق، تعيش يعني من داخل الفريق، تعيش يومية الفريق، الفراق يكون صعيب مش سهل. تغادر مجبرا أم قرا لأنك خلاص في ذهنك لا يمكن أن تتحمل أكثر؟ لا شوف حقيقة يعني لا أغادر مجبرا، ما كانش يجبرني باش نغادر. لا شوف والضغط. لا الضغط ما فينا نتحملوا الضغط، يعني ماشي هذه أول مرة ومرينا على أمور صعبة، مرينا على وين ما تكونش نتائج يعني جيدة وتتحملنا على الضغوطات وتحملنا. اولا يعني صراحه انا خايف يعني ربما بعد 3 أشهر او 4 أشهر كون ما تكونش يعني شركه، يعني صراحه نقولها اليوم كون ما تكونش يعني شركه راعيه الفريق، يعني ربما راح يدخل في 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 ازمه، وازمه يعني كبيره، ومانيش حاب نكون يعني في ان شاء الله لن يدخل وسيجد الدعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، مانيش حاب نكون في هذه المرحله. وثاني شيء يعني الواحد عنده في الدنيا هذه طموحات وعنده باش يروح. تحدث عن هيئة كروية. طبعا إن شاء الله ستترشح الانتخابات قادمة إن شاء الله. أي هيئة؟ ممكن تكون الرابطة. كنت راغبا في ذلك في فترة سابقة ثم تراجعت عن الفكرة. طبعا انا تقريبا ايضا عندي خبره كبيره في الترابي يعني سيرت، كنت مع سي محفوظ قرباج وكان هو يعني الرئيس تقريبا 7 سنوات وانا ايضا في الرابطه، فعندي خبره. التحدي الجديد للعرب هو الرابطه، هل ستساند مرشح من المرشحين في لرئاسه النادي الهاوي؟
لا انا اشوف هو نخلي الصندوق هو الفصل واللي يعطي. هل تتمنى واحد من المرشحين ام انك ستكون حيادي؟ لا ساكون حيادي، ساكون حيادي واتركني الا اذا يعني جاء شخص راح يمد الاموال فنكون معه 100% بكل صراحه. الذي يقدم الإضافة للوفاق الصيفي سمير حوحو، أترك لك الكلمة الأخيرة لأنصار اتحاد بسكرة وكلمتك ليهم. أنا نقول بلي الفريق دار يعني استثمار مليح هذا العام، أنا شخصيا من الناحية الفنية كطاقم فني وحتى ريكروتمون جوار. الأنصار راهم يتبعوا في صغير وكبير في الفريق وحتى هم متفاعلين، أنا نطمنهم من الناحية هذه، نظن بلي راح نديروا فريق تنافسي للأهداف نتاعنا تكون أحسن من العام اللي فات. إن شاء الله نلعبوا نقول لنا 6 ولا 7 مرات أولا نحسنوا في الكلاسمون افيك اون ايكيب كومبيتيتيف إن شاء الله كومبوزي ايسونسيالمون من يعني من خريجي المدرسة البسكرية، وهذا الشيء اللي راه الشعب كامل فرحان به. كلمة أخيرة باختصار سعد العرب. والله اول شيء يعني نقدم يعني ربما بعض التوصيات يعني الشيء اللي كان في المقدمات على الحصه نتاعك هو المرض يعني تاع الكوفيد 19 نعود ليه ونوصي الناس يعني باش الحيطه والحذر باش ما يكونش تفاقم في هذا المرض. نوجه رساله للانصار تاعنا انصار نادي وفاق ستيف يعني باش يكونوا يعني ملتفين ويكونوا حول يعني الفريق ويكونوا يعني هادئين وما ينجروش ربما في بعض الامور ولا بعض يعني الاشخاص اللي يحبوا يعني يديروا شويه يعني بلبله في الفريق وما يتبعوش يعني الزعامات ويخليوا دائما يعني نصب يعني الشغل تاعهم هو الوفاق الصيفي. شكرا لك سي عز الدين اعراب. كلمه اخيره في 30 ثانيه سي محمد بشاري، اريدها رساله توعوية لكل مشاهدينا الكرام. المرض موجود، التعامل معه كما قال السيد أعراب بطريقة عقلانية، روح المسؤولية ثم المسؤولية والتدابير الوقائية لتفادي هذا المرض. هي مرحلة صعبة مش على الجزائر، على كل العالم، الوطن تاعنا لحد الساعة رانا يعني في الإحصائيات الجزء من تحت يعني مش من الإحصائيات اللي نشوفه فيها بالنسبة للعالم الحيطة والحذر، ثم عندنا أمهات عندنا أباء لازم نحافظوا عليهم ولازم نحافظوا على الأسر تاعنا، أشياء بسيطة لتفادي انتقال هذا الورم لأن هذا المرض ينتقل بالإنسان فقط. أشياء بسيطة من أجل حياتنا من أجل سلامتنا. بهذه العبارة نختم برنامج استوديو لايف ونشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا العدد. الشكر موصول لكل عمال الاستوديو رقم 2 الإخراج لحاج أحمد رضوان بمساعدة رشيد مكيداش. الشكر أيضا موصول لكل الزملاء الذين ساعدوني في إعداد هذا البرنامج. شكرا لكم وإلى الملتقى.